السيدات والسادة الحضور، شرفوني أن أعبر لكم عن سعادتي الكريمة. طبعا أتقدم بالشكر الجزيل للمملكة المغربية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على الاستضافة السخية لأعمال الجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للعام 2023. تشرفنا طبعا بحضورنا إلى المغرب مع بدء هذه الأعمال، أعمال الجمعية، وإن شاء الله ستستمر اليوم وغدا. كذلك تم بقيادة معالي نعم ميارة تم اليوم عمل اجتماع عربي للدول الجنوب البحر الأبيض المتوسط وهي الدول العربية، وتم التواصل إلى اتفاق بتحديد القائمة لنيابة الرئيس وكذلك للرئيس ليكون إن شاء الله معالي الأخ نعم ميارة رئيسا للبرلمان للسنتين القادمتين. لا شك أن هذه طبعا ثقة كبيرة إن شاء الله تمنح للمملكة المغربية الشقيقة بمتمثلة في شخص المعالي النعم ميارة لقيادة هذا البرلمان. هناك طبعا على أجندة الاجتماعات أمور كثيرة، منها اقتصادية ومنها إنسانية ومنها سياسية كثيرة سيتم مناقشتها على مدار اليومين، وإن شاء الله سنستمر إن شاء الله في العمل سويا بين الدول العربية ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط إن شاء الله للوصول إن شاء الله إلى قرارات إن شاء الله تخدم الأمة العربية وقضايا الأمة العربية إن شاء الله. إحنا سعداء جدا اليوم بتواجدنا على أرض المملكة المغربية الشقيقة، هذه المملكة ذات الرسالة العالمية، أصحاب المواقف الطيبة على مستوى العالم. نفتخر دائما بإنجازات المغرب في جميع المجالات. نجتمع اليوم على هذه الأرض المباركة لمناقشة عدة برامج أو عدة الأمور في الدورة البرلمانية 17 لمنظمة برلمان البحر المتوسط. هناك الكثير من التحديات العالمية الآن يواجهها العالم. العالم الآن يخرج من وباء عالمي اجتاح الكثير من الدول، والآن ظهرت كثير من الجرائم غير التقليدية، ومنها العمور الجرائم العابرة للقارات وتحديات الأمن السبراني، الهجرة غير الشرعية، تجارة المخدرات، الاتجار بالبشر، قلة المصادر الطبيعية والمياه، ما يواجه الاقتصاد العام الآن من تحديات عالمية. نحن على ثقة الآن كبرلمانيين ودبلوماسيين في هذه الدورة إن شاء الله نعمل الأرضيات المناسبة لحكوماتنا وجهاتنا التنفيذية للعمل على هذه المخرجات لتكون إن شاء الله تصب في المصلحة العامة لدول البحر المتوسط ولجميع دول العالم، ونكون شركاء في العالم في جميع المبادئ المشتركة تجمعنا في هذا العالم الواسع. نحن متواجدين اليوم هنا لنحضر اجتماع الجمعية العمومية لبرلمان البحر الأبيض المتوسط. طبعا أحب أوجه فيها من هذا المنبر الشكر والتقدير لجمهورية المغرب على حفاوة ضيافتها واستقبالها الكريم، ونبارك لهم أيضا حصولهم على الرئاسة في برلمان البحر الأبيض المتوسط. شكرا.